شعت شموس الهدي بالكلمات فانارت الافهام بالايات اسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من القلب ظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في هذه الليلة بعنوان دعاوى المهدويه والسفاره بين الحقيقه والاوهام وقبل ان ندخل في صلب الموضوع نشير الى نقطه مهمه جدا اشار اليها بعض الباحثين والمحققين في دراساتهم وبحوثهم وهذه النقطه هي ان البعض ربما يتصور ان وجود دعاوى المهدويه او السفاره يمثل نقطه ضعف في الفكرة المهدوية، بل بعض الكتاب أشار إلى نقطة الضعف هذه في بعض كتبه، ولكن هذا التصور لا يملك رصيدا من الواقعية، بل لنا أن نقول أن وجود دعاوى المهدوية والسفارة دليل على صحة هذه الفكرة، ونقطة قوة لصالح العقيدة المهدوية، بيان ذلك على نحو الإجمال، أن هنالك طرقا من خلالها يمكن ان نثبت الفكره المهدويه من جمله هذه الطرق الطريق القراني الفكره المهدويه في القران الكريم من جمله هذه الطرق الطرق الروائيه المهدي المنتظر في السنه الشريفه من جمله هذه الطرق الطرق الوجدانيه ومن جمله هذه الطرق الطرق التاريخي ظهور دعاوى المهدويه على مر التاريخ وظهور دعاوى النيابه الخاصه عن الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه على طول التاريخ وظهور دعاوى السفاره عن الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه على طول التاريخ دليل على صحه الفكره المهدويه وحقانيه الفكره المهدويه لماذا دققوا في هذه النقطه عندما كانت هذه الدعاوى تظهر على مر التاريخ ماذا كان موقف الامه تجاه هذه الدعاوى عندما واحد كان ياتي ويقول انا الامام المهدي أو واحد كان يجي ويقول أنا نائب خاص للإمام المهدي في عهد الغيبة الكبرى، أو واحد كان يجي ويقول أنا سفير الإمام المهدي في عهد الغيبة الكبرى، الأمة دققوا كانت تنقسم إلى قسمين كانت هنالك شرائح من الأمة تقبل هذه الدعوة. لماذا يقبلون الدعوة؟ لأنهم يعتقدون اعتقاد ديني بالفكرة المهدوية. الأمة تعتقد بالفكرة المهدوية. بان هنالك مهديا جماعات يعتقدون ان هذه العقيده تنطبق على هذا المدعي فيؤمنون به وشرائح كبيره من الامه كانت ترفض دعاوى المهدويه وترفض دعاوى السفاره، بأي منطق؟ بمنطق ان تلك الفكره لا تنطبق على هذا المدعي. ما يشكك في الفكره المهدويه. لا يقول ان العقيده المهدويه لا واقعيه لها، يقول تلك الفكرة لا تنطبق على هذا الفرد المدعي، البحث في الانطباق وعدم الانطباق، وليس البحث في اصل الفكرة، اصل الفكرة مسلمة عند الأمة، وجود الإمام المهدي مسلم عند الأمة، البحث ان هذه الكبرى على اصطلاح المناطق تنطبق على هذه الصغرى ام لا مثل الان اقرب لكم الفكره بمثال فكره الالوهيه وجود اله هذه قضيه مفروغ منها النفوس جبلت على قبول هذه الفكره ياتي فرعون ويقول انا الله يعني من هذه الفكره الفطريه الوجدانيه المسلمه يحاول اساءه الاستفاده منها الفكره المهدويه اليقينيه القطعيه المسلمه يأتي مدعي ويحاول اساءة الاستفاده منها، والامه تنقسم، قسم يقولون ان تلك الفكره تنطبق على هذا الفرد وقسم يقولون ان تلك الفكره لا تنطبق على هذا الفرد فالتشكيك في الفرد لا في الفكره الكليه الفكره الكليه كانه مفروغ منها وليست مجالا للبحث والنقاش هذا طريق اخر غير الطريق القراني وغير الطريق الروائي وغير الطريق الوجداني طريق جديد يضاف لاثبات حقانيه الفكره المهدويه الدليل التاريخي البحث في هذا المجال طويل ولكن انا اذكر لكم بعض النماذج التاريخيه هذه النماذج التاريخيه ليست جديده وانما تمتد الى القرن الاول الهجري هذه ليست فكره طارئه فكره مختلقه الى ذلك القرن هذه نماذج تاريخيه اشار اليها بعض المحققين معاويه في القرن الاول الهجري يقول لابن عباس هذا موجود في كتاب قاموس الرجال المجلد السادس صفحه ثمانيه وثلاثين يقول معاوية وقد زعمتم أن لكم مهديا أنتم بني هاشم تزعمون أن هنالك مهديا سوف يظهر فأجابه ابن عباس الزعم في كتاب الله شك عندما تقول زعمت يعني قضية مشكوك فيها كما قال الله تعالى زعم الذين كفروا في القرآن هذه الكلمة مكررة هذه الكلمة تستخدم في موارد الشك أو في موارد الاختلاق وكل يشهد لاحظوا كلمة ابن عباس قضية مفروغ منها وكل يشهد ان لنا ملكا او ملكا لو لم يبق الا يوم واحد ملكه الله فيه قضيه مفروغ منها انه سوف ياتي يوم المهدي سوف يحكم عجل الله تعالى فرجه معاويه هو الذي يشكك في هذه الفكره ولكن الامه قضيه المهدويه قضيه مفروغ منها محمد ابن عبد الله ابن الحسن المولود سنة مئة هجرية كان معروف بين شرائح كبيرة من الأمة أنه هو المهدي المهدي المنتظر بل يظهر انهم كانوا يعتقدون بمهدويته بعض من حين ولادته عندما ولد محمد بن عبد الله ابن الحسن جماعه كانوا يعتقدون انه هو المهدي الذي بشر به خاتم الانبياء صلى الله عليه واله وقد قبل شخصيات كبيرة مهدويته وهو شاب ومنهم شيوخ المعتزل عمرو بن عبيد طبعا تعلمون أن مذهب الاعتزال مذهب يعتمد على العقل وإذا أي نص فيه أقل شبهة ربما يشككون فيه مذهب المعتزل ولكن الفكره المهدويه كانت واضحه بشكل كلي بحيث انه اي شيخ من شيوخ الاعتزال لم يشكك في هذه الفكره وطبق هذه الفكره الكليه على محمد بن عبد الله ابن الحسن عمرو بن عبيد واصل ابن عطاء وكانوا يدعون الى بيعته وكثير من شرائح الامه قبلت هذه الدعوه على نطاق واسع وبايعه كثير من ولد جعفر وعقيل وعمر بن الخطاب والزبير اولادهم وسائر قريش واولاد الانصار كما في مروج الذهب المجلد الثالث صفحة 254 ويقول أبو الفرج الإصفهاني في كتاب مقاتل الطالبين صفحة 233 إنه لم يشك أحد طبعا أهل البيت صلوات الله عليهم كانوا ينكرون ذلك يقولون هذا ليس هو المهدي الإنكار في التطبيق لا في الفكرة الكلية لم يشك احد في انه المهدي شاع ذلك له في العام، بل لقد بايعه المنصور قبل ان يصل الى الحكم والسفاح، وكان المنصور يفتخر بمهدوية هذا الرجل ويتبجح بها كما في مقاتل الطالبيين صفحة 249، وأيد حركته العلماء والأئمة. وحث الناس على الخروج، وكان سفيان الثوري يقول: ان يرد الله خيرا بهذه الامه يجمع امرها على هذا الرجل. كان هنالك رجل يقال له ابن عجلان، هذا كان فقيه اهل المدينه وعابدهم وكان له حلقه في مسجد النبي صلى الله عليه واله يفتي ويحدث. دققوا في هذه القضيه. فلما خرج محمد هذا ابن عبد الله خرج معه ابن عجلان فلما قتل لان في ثورته قتل محمد بن عبد الله ابن الحسن قتل في ثورته فلما قتل بعث الوالي فاتي به فاراد قطع يده قال اقطعوا يد أو هو راد يروح يقطع عيده لأن الولاة كانوا يسوون هذا العمل هم كانوا يباشرون ضرب الأعناق في بعض الأحيان فقام من حضر من فقهاء المدينة وأشرافها فقالوا أصلح الله الأمير محمد بن عجلان فقيه أهل المدينة وعابدهم وإنما شبه عليه وظن انه المهدي الذي جاءت فيه الروايه. يعني هذا ابن عجلان كان يتصور ان المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه واله هو هذا. الاشتباه في التطبيق ولكن الفكره الكليه، الفكره المهدويه اي شك ما كان فيه. مقاتل الطالبيين صفحه 289 وكان ابو حنيفه رئيس المذهب الحنفي يحث الناس على الخروج ويقول ان القتيل مع ابراهيم، ابراهيم اخو محمد ثار معه كلاهما. إن القتيل مع ابراهيم يعدل قتله لو قُتل يوم بدر، ولاجل هذا الموقف المنصور الدوانيقي دس إلى أبي حنيفة السم وقتله، كما تقول بعض كتب التواريخ. حينما عاتب والي المدينة، لاحظوا هذه النماذج التاريخية. حينما عاتب والي المدينة عبد الله بن جعفر على خروجه مع محمد بن عبد الله بن الحسن قال ما خرجت معه وأنا أشك في أنه المهدي أنا تصور تلك العقيدة تلك الفكرة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وآله تنطبق على هذا لما روي في امره فما زلت ارى انه هو حتى رايته مقتولا عندما فشلت ثوره محمد بن عبد الله بن الحسن ورايته مقتولا عرفت ان المهدي ليس هذا لان المهدي الموعود سوف ياتي ويحكم ويملأ الارض عدلا مقاتل الطالبيين صفحة 291. نقطة أخرى يشير إليها التاريخ يقول المنصور نفسه الدوانيقي لأن الثورة ثورة محمد بن عبد الله قامت في عهد المنصور الدوانيقي وأصيب برعب كبير. والبحث كان انه هذا هو المهدي لو هذا مو هو المهدي. بعض المصادر التاريخيه تشير الى ان المنصور الدوانيقي اكو واحد من الخلفاء العباسيين يلقب بالمهدي ابن المنصور. لماذا لقبه؟ بالمهدي بعض المصادر التاريخيه تقول لصرف الناس عن محمد بن عبد الله بن الحسن. المهدي الموعود ابني مو ذاك. يعني شوفوا القضيه مسلمه الامه كلها تؤمن بالمهدي. جماعه يقولون هذه القضيه المسلمه تنطبق على عبد الله محمد بن عبد الله. والمهدي لصرف الأمة عن محمد بن عبد الله يقول ابني هو المهدي ولقبه بالمهدي وقال هو ابني مقاتل الطالبين صفحة 240 أكو هنالك شاعر يقال له سلم الخاسر ولعله سمي سلم الخاسر لأنه كان في بيته قرآن فباع القرآن وأخذ ثمنه واشترى بذلك الثمن طنبورا لعله لذلك لقب بهذا اللقب، طنبور آله موسيقيه يقول في مدح المهدي له شيم عند بذل العطاء لا يعرف الناس مقدارها ومهدي امتنا والذي حماها وادرك اوتارها هذا هو مهدي امتنا الاغاني مجلد 21 صفحه 187 من العجائب يقولون أن السيد الحميري ظن أنه هو المهدي ابن المنصور ولكن أفعاله كشفت أنه ليس هو هذه النقطة إن شاء الله نشير إليها يقول فيه ظننا انه المهدي حقا يعني ابن المنصور ولا تقع الامور كما ظننا ولا والله ما المهدي الا اماما فضله اعلى واسنى المهدي المنتظر الموعود له شان اخر ما يمكن يكون هذا هو المهدي هذا الطريق لكشف المهدي ان هذا مهدي او لا اعيان الشيعة جزء 12 صفحة 178 ثم في القرن الثاني، ثم في القرن الثالث، ثم في القرون اللاحقه الى يومنا هذا، الى يومنا هذا الان اكو ادعياء للمهدويه، وادعياء للنيابه الخاصه، وادعياء للسفاره عن الامام المهدي، هذه كلها تؤكد حقانيه الفكره المهدويه. احمد امين، اللي كان في مصر، مو احمد امين اللي كان في العراق، هذا منكر للقضية المهدوية، الفكرة المهدوية بشكل عام. ولكن الله سبحانه وتعالى اجرى على لسانه ما يثبت واقعية الفكرة المهدوية. يقول في كتابه ضحى الاسلام المجلد الثالث صفحة 244، ففي كل عصر يخرج داع او دعاه يزعم انه المهدي المنتظر ويلتف حوله طائفه من الناس فلا يكاد يمر عصر من غير خروج هذا احمد امين ويقول ايضا ولو احصينا عدد من خرجوا في تاريخ الاسلام والدعوه المهدويه وشرحنا ما قاموا به من ثورات لطالبنا القول ولم يكفنا كتاب مستقر طبعا المدعون للمهدويه ما اقتصروا على الشيعه السنه ايضا كان فيهم ادعياء المهدويه حتى في عصرنا الحاضر حتى في هذا العصر شاهدنا أفراد من السنة يدّعون المهدوية، هذا الدليل على أنه هنالك في عمق وجدان الأمة إيمان راسخ بالفكرة المهدوية وأن هنالك أفرادا يريدون أن يسيئوا الاستفادة من هذه العقيدة بالدعاء المهدوي أو بالدعاء السفارة هذا طريق جديد أشار إليه بعض الباحثين في دراساتهم وبحوثهم لإثبات الفكرة المهدوية مضافا إلى الطريق القرآني والروائي والوجداني، بعد هذا المدخل الذي نراه ضروريا، ندخل في صلب الموضوع وهو ادعاء المهدوية والسفارة ادعاء الانطباق اصل الفكرة مسلمة لا يشك فيها احد الا معاند اللي شكك في هذه الفكرة معاوية وقد زعمتم ان لكم مهديا اللي شكك في هذه الفكرة ابن خلدون في عام لعله 808 وثمانيه جاء هذا الرجل وشكك في هذه الفكره والا اي منصف لا يمكنه ان يشكك في الفكره المهدويه كلامنا في الانطباق والادعاء لا في اصل الفكر دعاوى المهدويه ودعاوى السفاره تعتمد على بعض الامور الخارقه للعاده في هذه الامور الخارقه للعاده ثلاثه مباحث المبحث الاول كيف تنشا الامور الخارقه للعاده البحث الثاني كيف تدل المعجزه الخارقه للعاده على ارتباط المدعي بالله سبحانه وتعالى البحث الثالث كيف نميز بين الامر الخارق للعاده الذي يدل على صدق الدعوه والأمر الخارق للعادة الذي لا يدل على صدق الدعوة هذه إن شاء الله نؤجلها لبحث قادم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شرت شموس الهدي بالكلمات فانارت الافهام 我被。